رح نبقى بأجواء الكتب وأجواء معرض الكتاب فرح، حيث تم توقيع كتاب بعنوان منمنمات دمشقية، أكيد ضمن فعاليات معرض الكتاب بدورته 31 للشاعرة ليندا إبراهيم، التي تعد من الشعراء يلي بتحاكي الشعر المعاصر والحركة الشعرية السورية، حيث استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا متقدما بالنتاج الشعري. وأكيد بصرنا رحب فيها اليوم بصباحنا غير. يسعد صباحك، صباح الخير، أهلا صباح وسهلا الخير فيكي. لكم جميعا، أهلا يسعد وسهلا، صباحك عن صباح جديد، وأهلا الخير. وسهلا فيكي. بالبداية مبروك توقيع الكتاب منمنمات دمشقية. خلينا نحكي أكثر عن مضمون الكتاب، وقد إيه أخذ معك مدة؟ طبعا لابد من البداية من أن نقول صباح الخير دمشق، صباح الخير سوريا، صباح الخير لأقدم حضارة في التاريخ. كتاب منمنمات دمشقية هو الديوان الشعري السادس اللي ضمن إصداراتي، نعم، اللي بدأت ورقيا في عام 2013. مضمون الكتاب من العنوان منمنمات دمشقية، فإذا مضمون الكتاب روح الكتاب عن دمشق. أما قديش استغرق يعني أنه أنا كتبته أو هي، يعني الكاتب ما بيقدر يحدد إمتى رح يكتب القصيدة، أو إمتى رح يباشر بديوان ما، أو إمتى رح ينتهي منه أو يخلص منه، أو حتى موضوعه إمتى راح يجي. فمضمون الكتاب أنا جمعته عن دمشق، كونه أنا أول شهقة لي كانت على تراب دمشق، أنا مواليد دمشق بفضاء، كانت شهقتي الأولى للحياة، كانت طفولتي المبكرة جدا جدا على أرض دمشق، ما زالت يعني ذاكرتي بتختزن أيام الطفولة الأولى والبيت الأول اللي نشأت فيه. نعم. على أرض دمشق. نعم، يعني فرح مثل ما بنعرف عفوا الشاعر هو ابن بيئته، فحضرتك عم تحكي أنه أول شهقة كانت بدمشق، ويمكن المي اللي شربناها بدمشق هي كمان بتأثر بالشاعر، وشاعر ابن بيئته كل شيء جواته ممكن يطلعه بقصائد بنثر، ولكن حكيتي دمشق بطريقة تشبه دمشق، طريقة مثل ما قلت لك العنوان ناعم، منمنمات دمشق، كمان دغري بتخيلنا الياسمين تبع دمشق. خلينا نحكي شوي. أكيد طبعا ما بيفوتني أني أحكي أنه الديوان الشعري الأول كان بعنوان لدمشق هذا الياسمين، كمان هذا الصادر عن اتحاد الكتاب العربي. نعم. عام 2013. أيضا هذا كان عنوان لأهم قصيدة أو القصيدة الأولى فيه، والتي تحمل نفس العنوان لدمشق هذا الياسمين. نعم. طبعا معظم مجموعاتي يتخلل أكيد يعني لا تخلو من قصائد لدمشق أو لسوريا حتما، فهي الوطن. المنمنمات كتبت على طريقة القصيدة بالنثر، يعني نصوصها غير موزونة على أوزان الخليل بحور الشعر المعروفة. نعم. ربما يعني كانت مفاجأتي أكبر لما لقيت الاهتمام بهي المجموعة تحديدا، وأنا المعروفة أني بكتب على الوزن الشعري من البدايات، يعني مطبوعة بالوزن بالكتابة بالوزن الشعري. فلما اللي كتبت هي وأصدرتها بدون وزن، الصراحة فوجئت بمقدار الانطباع العميق من القراء سواء العفويين أو المختصين، بتأثر بروح هاي الكتابة وبروح النصوص يلي اجت ضمن الديوان. نعم. يعني عم نحكي اليوم عن اسلوب يمكن جديد حاولتي تدخلي فيه، هو اسلوب النثري. خبرينا شو اكثر شيء خصته دمشق فيه، خاصه بهي الظروف يمكن في لازم يكون في اسلوب خاص اكثر، في قيم مضاعفه لازم تكون موجوده بي، يعني دائما سالي بوقت الحرب وقت الصعوبات الانسان بيلجا لاجمل الامور احيانا ابسطها لحتى يتعلق بمكانه في الذاكره المكانيه والزمانيه، يتعلق بهي التفاصيل الصغيره. اكيد طبعا برجع العنوان سميتها منمنمات، قصدت ان يعني دمشق هي المرأة الجميلة، هي الملكة، هي ملكة الزمان، وانا نمنمت
على جسدها وعلى قامتها روحي شعرا. هذا يعني هذا ما قصدته من العنوان منمنمات دمشقية. نعم. يعني نسجت لها ثوبا من الشعر أيضا. نعم. أكيد معجونين بروح المكان، وأكيد يعني الأزمة أو الحرب اللي عشناها انغرست وانطبعت بأعماق الكثيرين، يعني فما بالك الشاعر يلي بيشعر ربما دقة الشعور تماما، حساسيته لما يجري حوله أعمق ربما أكيد تكون. تفضلي. فسأبدأ بصباح الخير على دمشق. صباحك الحب والحنين، صباحك عشاق يدرجون على صدرك، صباحك يمامات يخطرن كأزرار قميصك المزهر بالياسمين، صباحك كوجه أمي مشرق باليقين، كروحها طافح بإيمان العالمين، صباحك كوجه حبيبي كروحه المتوضئة لموعد صلاة في بيوت أوليائك الصالحين، صباحك دمشق. جميل هذا الكلام، ما في أحلى من صباح الشام. أكيد ما في أحلى من صباح الشام فرح، ويمكن أنت كمان هيك بحسك كمان مثلي قريبة من الشام، دائما صورنا عن دمشق عن شمس دمشق، واخترتي كلمات جدا مؤثرة مثل ما حكيتي. الشاعر بيعطي اللي بيشعر فيه الشاعر، يمكن غير نحن اللي بنشعر فيه، فبيعبر من عمق من روحه من جواته، فدائما الإحساس بده يوصل للقارئ. أكيد. فكل ما كان الإحساس عالي كل ما القارئ شده وحس فيه. الأسلوب اللي اتبعتي بمنمنمات دمشقية، ليش اتبعتي بهذا النمط؟ يعني النثر أقرب ما يكون إلى البوح. نعم. والبوح من الوجدان. نعم. مجرد ما انطلق البوح من الوجدان سيصل إلى الوجدان حتما. تماما. ما يميز النصوص أني كتبت فعلا بدمشق، أو استوحيت من حتى يعني مشواري العادي أحيانا على طرقاتها أو في ساحاتها في حدائقها. تماما، يعني الأمكنة المميزة فيها استوحيت أو اجتني روح القصيدة وأنا عم أتمشى فيها. يعني عمليا القصائد تعجن بروح المكان، وأنا هيك كتبت هاي قصائد. نعم. المنمنمات. نعم. بالنسبة لردة الفعل للقراء، شو أكثر التعليقات يلي إجت حضرتك، سواء من دعم ممكن انتقادات أحيانا، أكثر شيء لفتك شو؟ قلت لك أكثر شيء لفتني إنه حجم الاهتمام، وإنه يعني في ناس صديقات أو أصدقاء اللي متابعين نتاجي، فمجرد ما أعطيتهم إياها وأنا يعني شوي بنوع من يعني التواضع إنه خايفة من ردة الفعل شلون كيف بدها تكون، من الأسلوب الجديد إنه تماما. فإجت مباشرة تجيني الهواتف إنه رائعة، يعني دخلت لأعماقنا. أكيد. بتذكر الأستاذ عبد الرحمن الحلبي الله يطول بعمره ويذكره بالخير، صاحب ندوة كاتب وموقف الشهيرة الإذاعية، بتذكر قال لي بدأت بقراءتها بعد الإفطار برمضان، ما شعرت إلا عم يأذن للسحور. حلو. فاتصل معي مباشرة وقتها، أنا أفقت صباحا وإذ بالهاتف، قال لي ما قدرت، يعني مسكت الكتاب ما قدرت إلا خلصته خلال أقل من ساعات، وسارع مباشرة لي يعني بكل اهتمام إنه يحدد ندوة كاتب وموقف كان موضوع المنمنمات الدمشقية. حلو. مع أني كنت يعني كان مرافق لها معه كتابي اللي قبل منه تماما اللي اسمه للسيدة الضوء، هي مجموعة الشعرية الخامسة، ولكن عجبته المنمنمات أكثر. نفس الملاحظة على معظم أصدقائي. طبعا هذا مو معناه أنه أنا بيحرفني عن يعني مساري الأساسي، هو أنا بكتب الشعر الأساسي أساسا هو الموزون، ولكن أنا أتحيز للشعر بأي شكل كان. صحيح.
يعني يمكن فرح اللي بيحبوا الكتب او الشعر هن اذواق، في منهم بيتجهوا للشعر الموزون اللي حضرتك كتبتي، صحيح. ولكن النثر دائما خلينا نقول الشعر المحكي هو اقرب حتى للصغار للاطفال، حتى ممكن يقروا بسلاسه اكثر من الشعر الموزون. يعني قدرنا نوصل من خلال النثر لكافه الشرائح انه يقدروا يقروا ويحسوا فيه. قديش كمان اسلوب النثر هو والشعر المحكي نحن بنقوله اقرب للعالم؟ هذا مو معناه انه انا هلا عم روج على انه اتجاه نثر، تماما لا. تماما انا اروج للشعر في اي شكل فني كان. تماما مثل ما حكيتي. مثلا لقصيده لدمشق هذا الياسمين اخذ معظم الاطفال اللي كانوا يرتادوا المراكز الثقافيه، اخذ معظم الاطفال وكانوا يقرؤوها ويلقوها بالمهرجانات الطفوله. معظم الأناشيد اللي كتبتها باللغة الفصحى أيضا أخذها الأطفال، حتى القصائد اللي عن دمشق أخذ معظم الملحنين ولحنوها، وبدون أحيانا بدون علمي بدون ما هي وتحديدا أنا هلا رح سمعك عن دمشق هذا الياسمين، طبعا إذا بيسمح وقت فضل. من ديواني الأول كانت لدمشق هذا الياسمين، لدمشق هذا الياسمين يضوع في جنباتها، لدمشق ما نثر الغمام من اليمام على مدى شرفاتها، لدمشق هذا المجد من قدم تباركه خيول الفاتحين وقوس غار فوق بواباتها، ولها من الفردوس حور مائسات عند غوطتها يفحن شذا على عتباتها، ولها تراتيل الصلاة مآذن النجوى نواقيس التذكر هيكل الإيمان محراب اليقين تهجد النساك في غرفاتها، ودمشق بادئة الزمان ومنتهاه المصطفاة من المدائن روحها وصفاتها. الله تسلم تمك، ما في احلى من الشام ساري، ما في احلى من الانسان يعرف قيمة الوطن يلي عايش فيه وفضله عليه. بدنا نقول لك شكرا كثير انك كنت ضيفتنا لليوم، بدنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم. اكيد كل الشكر لك وكل التوفيق لك، ومبروك توقيع كتابك منمات دمشقية، ودائما دمشق هي ام العالم فينا نقول، مو يمكن لأنه نحن ربينا فيها، ولكن هي لها طابع خاص ورونق خاص وبتستحق جميع الكتب والشعر. شكرا لكم، شكرا لإعلامنا السوري، شكرا للتلفزيون الإخبارية وكل معرض كتاب وسوريا ودمشق بألف خير. أهلا وسهلا.